مرحبا أصدقائي طلاب الصف الثالث، من تابع في مادة الحياة بالكيسي. توقفنا في الوحدة الثالثة عند الدرس ني ني زمان يمليم. فإذا ني ني زمان يمليم يمليم، ني ما هو، ني زمان متى، يمليم. فإذا يجب أن آكله. فإذا ما الذي، ما هو، ما هو ومتى يجب أن آكله؟ تمام، ما الذي وما ومتى يجب أن أتناوله؟ هلا بنشوف. حسن annesiyle birlikte pazar gitmeye çok seviyordu. حسن بحب يروح مع أمه على البازار كتير. Pazarlarda, pazarda meyve sebzeleri incelemekten çok hoşlanırdı. وكتير بينبسط وقت اللي بيتفرج على الخضار والفواكه الموجودة في البازار. Meyve, فاكهة وسبزة اللي هي الخضار. تمام. تشيليك اريك كاربوز. تشيليك فريز، اريك خوخ، الكاربوز الجبس او البطيخ يعني. جيبي ميفالري çok severdi، بيحب هدول الفواكه. ياز بويونجا تزغاهلاردا بو ميفالري بولجا بولابيلدي. فاذا في الصيف لاقاهم لهدول الفواكه كتير بالصيف كانوا موجودين، اللي هن الخوخ والفريز والجبس. Bunların yanında domates, salatalık, patlıcan, kabak, fasulye, pek çok sebze tezgahlarda süslüyordu. Süslüyordu. Fazan, o غير الفواكه هدول كان في كمان بندورة، domates, salatalık, خيار، patlıcan, الباذنجان، الكبك اللي هو الكوسة، الفاصوليا والفاصوليا. كانوا موجودين أيضا على التزغاه، التزغاه اللي هن بنسميها البسطات أو هدول. هاي اسمها تزغاه، منصات العرض هاي بنسميها تزغاه. تمام. يواش يواش هوالار سومايا ياب يابا يابار يابراك. ها تمام. يواش يواش هوالار سومايا يابراكلاري دوكولمايا باشلادي. فازن شوي شوي بلش الجو يبرد واليابراكلار اللي هن الاوراق بلشوا يهروا. حسن حسن بازاردا الما ايفا ماندالينا جيبي ميفالاري جوردو. فحسن لاحظ بالبازار هالمرة في الما، تفاح، ايوا، الايوا اللي هو السفرجل، ماندالينا الليمون، برتقال يعني. لاحظن لهدول جوردو. كارنا بهار ترب اسبانك هاوتش جيبي سبزلر. ولاحظ في كارنا بهار، كارنا بهار اللي هي الزهرة، الزهرة او القرنبيط، ترب الفجل، اسبانك السبانخ، هاووتش الجزر. لاحظ هدول الخضار موجودة. بازار ده يرلرين ارد ارتك ياز ميوه وسبزلر يوك درجة كدار است. فلاحظ انه حتى انه الفواكه والخضار الصيفية يعني كتير قليلة بالبازار، ما عاد فيه منها. توك بهالي دي، وحتى لو التقت فهي كتير غالية، توك بهالي غالية. Hasan mevsimler değiştikçe sebze ve meyveleri de sürekli değiştiğini fark etti. فحسن لاحظ معناه تقال كلما تغير الموسم، كلما تغيرت الفصول، كلما تغيرت الفواكه والخضار، يعني تغيرت فواكه والخضار يعني تغير مواسمهم. Annesi ona mevsimde yiyen besinlerin hem de daha sağlıklı hem de daha lezzetli olduğunu anlattı. O mufahhamitu Hasan انه الاشياء اللي بناكلها في وقتها، في موسمها يعني اللي بيكون صيفي، الموسم الصيفي بناكله بالصيف، فهو راح يكون صحي اكثر واطيب كمان، daha lezzetli واطيب. Hasan meyve ve sebzeleri doğru zamanda tüketmenin önemini artık çok iyi biliyordu. فحسن فهم انه انا لازم الخضار والفواكه أكلها في وقت الإلها، يعني مثلا والله مو إجي أكل الجبس بالشتاء، بالشتاء ما في جبس المفروض، ولكن إذا في حاله لقينا جبس بالشتاء فهذا بيكون جبس يعني فيه هرمون أو غيره، مانو طبيعي. تمام، مانو مثل ما هو اللي بناكله بالصيف. فلهيك لا، نحن لازم ناكل فواكه والخضار في وقتها وموسمها. تمام. صالموز كورماكي تشين بسن لرين ميسم دايما ين مسي ونعمل الترفيزة. من أجل صحتنا، نحافظ على صحتنا، لازم نتناول الأغذية في موسمها في وقتها. هلا أتكلم لك زمانا. Aşağıda verilen meyve ve sebzeleri boyayarak uygun sepete eşleştirin. فإذا هون راح نوصلهم لهدول مع
السلة المناسبة لإلهم. طبعا راح نلونهم قبل، ماشي. هلا مثلا الباذنجان، الباذنجان هو عبارة عن خضار صيفية، فمعناتها بدي احطه مع الياس، بنحطه هون تمام، بنوصلها لهون. فإذا الباذنجان بنوصلها لسلة الصيف، نوصلها على السلة الصيفية. الكرز كمان فواكه صيفية، بنوصلها لهون. الفجل من الفواكه الشتوية، عفوا من الخضار الشتوية. الجزر أيضا كذلك. هلأ الفريز من الصيفيين، من الفواكه الصيفية، بنوصلها لهون. البازيلا من الشتوية، بنوصلها لهون. الفليفلة من الصيف، تمام. الليمون من الشتاء، الليمون الحامض. الرمان أيضا شتوي، نوصله لهون. هاي أظنها برتقال، البرتقال أيضا شتوي. طبعا هدول كلهم أنتم بتلونوهم لحالكم. طيب هلا بنتابع بالأسئلة. سبزي في ميفلري موسم دتوكات من السالق açısından yararları nelerdir؟ فإذا ما هي فوائد إنه تناول الخضر والفواكه في موسمها، فوائدها الصحية يعني من أجل الصحة؟ أولا بنقول هرمون تقويسي ve kullanan kimyasal ilaçlar özellikle zamansız yetiştirilen ürünlerde. Bazen أهم شيء لازم نعرف نحن الأنواع أو الخضار والفواكه اللي بتجينا في خارج موسمها، فأكيد أكيد عطينها هرمون تقويسي، عطينها هرمونات أو أدوية كيميائية لحتى تضل مضاينة. çok fazla uygulanır. فإذن هدول، فإذن الفواكه والخضار بتكون خارج موسمها على التأكيد بتكون أخذة هرمونات وأدوية كيميائية. لهذا السبب بندين لهر موسم هر شيء بولابيليرز. لشان هيك نحن دائما بنلاقي فواكه الصيف بالشتاء وبنلاقي فواكه الشتاء بالصيف، عادي ما في مشكلة. ليش؟ لأنه في هرمونات وصار في أدوية كيميائية بيعالجوها للخضار والفواكه لحتى تعطي خارج وقتها، تمام؟ meyve ve sebzeleri mevsimde tüketmeyi çalışmalıyız. ولكن حتى لو لقيناها خارج موسمها لازم نحاول قدر الإمكان ما نستهلكها، نستهلك كل شيء في وقته. هلا هون هيك بكون خلصنا درسنا لليوم، ننتقل للدرس الثاني. sağlıklı besleniyorum. sağlıklı besleniyorum. sağlıklı صحي. besleniyorum أتغذى. أتغذى بشكل صحي. nazlı ailesi Nazlı ve ailesi akşam yemeği için masaya oturdular. فإذن Nazlı ve ailetuها جلسوا على الطاولة من أجل تناول طعام العشاء. Nazlı tabağındaki ıspanak yemeği görünce yemek istemedi. Nazlı مشي شافت إنه في بالأكل، في بالصحن سبانخ، أكل السبانخ، ما بدها تاكل، ما طلبت تاكل. بنون زرينا بابسو، فإذا ما بدها تاكل قالت ما راح آكل. فهون أبوها شوال. Nazlıcığım, sebzeleri vücudumuz için çok yararlı besinlerdir. Fezen Ella, Nazlı, el-khudar, el-khudar hiye ıgziye mufide cidden li cisimna. İspanak, kemiklerimiz ve göz sağlığımız için çok faydalı bir sebzedir. Fezen, el-sebanik, huve ibare an-khudar, muhimme cidden ve laha faide. Min ecil kemikler, el-izam, kemik, izam. ومن أجل صحة العين، من أجل صحة العين. bunun gibi diğer meyve ve sebzeler de sağlıklı gelişebilmek için gereklidir. طبعا بالإضافة للسبانخ باقي الخضار والفواكه أيضا لحتى نتطور ونكبر بشكل صحي لازمة لنا. gerekli ve bunlardan yeterli miktarda yemelisiniz. ولازم ناكل منهم بشكل كافي. Peki babacığım. Alıklı tamam. İspanağın faydalı olduğunu biliyordum. Bilmiyordum. Fezan. Alet. Ana makit barif ennu sebanih mufid. Bundan sonra ispanağı severek yiyeceğim. Fealet. Ba'din yom rah akul sebanih. Ve ana bhubbu. Annesi. Ummu aletle. Aferin. Sağlıklı büyümen için bütün yiyeceklerden yeterli kadar yemelisiniz. Fealetle ahsenti. Maaletle ahsenti. Min ecel ennu tenmi bişekil sahih, sağlıklı büyüme.
النمو بشكل صحي، يجب أن تأكلي من كل الأطعمة بشكل كافي، يترلي كدر بشكل كافي. Büyümek ve sağlığımızı korumak için vücudumuza gerekli olan besin maddeleri yeterli ve dengeli tüketirsek bilinçli beslenmiş oluruz. Büyümek ve sağlığımızı korumak için min ecil ennumu büyümek yani ennumu sağlığımızı korumak için ve min ecil himayet sahhatuna vücudumuza gerekli olan besin maddeleri yeterli ve dengeli tüketilirse. Feyzen. El ağziye, el besin, el ağziye. Gerekli olan. El lazime li cisimne. Feyzen. Min eclin numu ve himayet sahhatna fi anna ağziye lazime li cisim. Feyzen. Hayil ağziye lazime li cisim. Yeterli ve dengeli tüketilirse ize temme istihlakuha bi şekil dengeli mutevazen, bi şekil mutevazen ve kafi bilinçli beslenmiş oluruz. Fehzen nahnu nkun tem tagdiyatuna bi şekil sahhi au bi şekil selim wa'i. Tamam? Sabah kahvaltısını öğle ve akşam yemeklerini zamanında yemeli. Fehzen sabah kahvaltısını ehme vecbe hiye vecbetul iftar el fatur. Fehzen lazem nkun am nakul vecbetul fatur ve vecbetul gada öğle yemeği ve akşam yemeği vecbetul aşa lazım nakilhum fi el vakt ilon vaktuhum el muhaddad ve oğun atlama öğün atlamamalıyız öğün yani vecbe öğün yani vecbe ma lazım والله اقطع وجبه يعني مثلا اكلت الصبح ما باكل الظهر باكل العشاء لا نحن اطفال هلا فالاطفال لازم ياكلوا ثلاث وجبات في اليوم ما لازم يقطعوا ولا وجبه تمام örneğin مثال kahvaltı yapmadan okula gelirsek dersi iyi dinlemeyiz. فإذا مثال إنه والله إذا رحت على المدرسة من غير ما أفطر فمعناته أنا ما عاد فيني أفهم دروس المعلمة مزبوط دقتي مزدالر ما عاد فيني أحسن انتباه بتشتت انتباهي عيون أوينار كان تبوك يرولورز ومنتعب وفورا نحن وعم نلعب ديابيت ديابيت اللي هن مرضى السكري معهم مرض السكر تشولياك اللي هن معهم مرض أو حساسية ضد الجلوكوتين اوبيزيتي اللي هن هذا مرض السمنة تكون صحتهم منيحة يعني وزنهم زائد تمام مرض السمنة و بيسين انرجي gibi sağlık sorunlar olanlar beslenmelerinde çok çok daha fazla dikkat etmelidir فإذا والأشخاص اللي بيكون عندهم حساسية من بعض الأطعمة في أشخاص بيتحسسوا من السمك مثلا تمام والاشخاص اللي معاهم مرض السكر او مرض التشولياك اللي هو مرض الجلوكوتين حمى الجلوكوتين نسميها والاشخاص اللي بيكون معاهم سمنه يعني وزنهم زاد عن اللزوم فاذا هدول معهم هاي الامراض فهدول لاني معاهم هاي الامراض لازم ينتبهوا على طعامهم اكثر من الشخص السليم بكثير تمام مثال örneğin diyabet sorun ları olanlar şekerli besinler. Fezen misal الأشخاص اللي بيكون معاهم مرض السكري لازم ما ياكلوا حلويات شكرلي besinler ve lazım ياكلوا حلويات. Çölyak hastalığı olanlar ise tahıl الحبوب. أما الأشخاص اللي بيكون معاهم مرض التشولياك اللي هو حمى جلوكوتين حمى الجلوكوتينية فإذا هدول ما لازم ياكلوا طهل حبوب الحبوب القمح أو غيره تمام ما لازم ياكلوها دكات توكات الملدر يعني فينهم ياكلوها ولكن بشكل بانتباه وبحذر يعني إذا ما بياكلوها بيكون أفضل يجيك لدي إسراف إتما ماليز لازم ما ننسى أنه الأطعمة ما لازم نأسرف فيها أبدا طبعامز يبيلجيمز كدار يمك الماليز ولازم ناخد على صحننا فقط كمية الطعام اللي منحسن ناكلها مو أكتر هذا شفناه في الدرس السابق في الوحدة السابقة هلأ اتكنليك زمان نشاط هون طالبين مننا نرسم aşağıdaki verilen boşluğa yeterli ve dengeli beslenme ile ilgili bir afiş çalışmasınız yapınız. Fezan, bina nu'mal i'lan bıxsus enu التغذية السليمة الكافية والمتوازنة يترلي ودنجلي الكافية والمتوازنة التغذية الكافية والمتوازنة رح نرسم عليها رسمة
طبعا فينا نرسم مثلا، نحن قلنا التغذية السليمة والكافية لازم تكون ناكل من كل شيء بشكل كافي، ما في انه والله نوع من انواع الاكل ما بحبه انا ما باكله، لا. اذا انا كشخص سليم ما عندي اي مشاكل او امراض، فلازم اكل من كل شيء وبكميات مدروسه، مو كميات زياده عن اللزوم. لازم اكل فواكه وخضار ورز وغيره وغيراته من كل شيء، ولكن بكميات مدروسه. سيز يتالي بد انجلي بس لانديينز دشنيور مصنوز. انتو كأطفال هلا عم تفكروا بنفسكم وانتو اشخاص عم تتغذوا بشكل سليم يا ترى؟ الشاطئ ريلان بوشلو لارا ندان لري لبيلك تيزن. فاذا مفكرين حالكم انتو عم تتغذوا بشكل سليم، اذا ايه فقالوا لي ليش انتو شايفين حالكم عم تتغذوا بشكل سليم، واذا لا قالوا لي كمان ليش. تمام، فانا قلت ايفيت دشنيورم، فأنا حاسة حالي شخص بتغذى بشكل سليم. ليش؟ çünkü vücuduma gerekli olan besinleri gerekli miktarda alıyorum. لأنه أنا عم باخذ كل الأغذية اللازمة لجسمي بكمية كافية. يعني ما في غذاء دون غذاء ما عم باخذه. عم بستخدم واكل كل الأغذية. هيك درسنا لليوم بيكون خلص. بتمنى يكون الدرس واضح. أي سؤال فيكم تتواصلوا معي مباشرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.